امي جاب بالي سؤال. خير يا خير. انا 26 سنة اعرفك. ايوه. ايش استفدت منك؟ ليش تضحكي؟ ايش؟ جد يعني ما يعني العلاقات أيوة؟ مصالح. طيب اكلمك جد، ما استفدت منك شيء. رضاعة اخذت مني سنتين. رضاعة مو اجيب لك كم كرتون حليب واللي بيننا انا ابى اصفي العلاقة الان. ما بيكون لك فضل علي. طب والحمل اللي شلته بتسعة شهور؟ حمل هذا صعب. بس حمل؟ حمل ولادة سهر رضاعة تعب شقة وخليتك شحط بهذا المنظر عشان في آخر يوم يوم من الأيام توقف قدامي وتقول لي إيش استفدت مني؟ لا تنسي سددت فاتورة جوالك أول أمس. طب أمي شوف، أنا ما أحب العلاقات المعلقة، يعني ما أبغى أحس إنه في أحد له فضل علي. حلو. أوكي. ممتاز. كم تاخدي بالليلة؟ كم تاخدي؟ ايوه. ونصير يعني انا وانت سواسية. يعني نصفي. نصفي الحسابات. نصفي الحسابات. اديك يعني كم يعني كم؟ يعني يا مرحبا يا هلا. اشوف تقدر تصفي ولا لا. يعني عادي اذا بكرة ولدي. اذا بكرة ولدي داود كبر. ايوه. حلو. تصفي انت وياه؟ اقول له مثلا جبت لك حفايض. ايوه. ب 105,000. جبت لك حليب بكذا. حلو. اخذ فلوسي والله طيب يسهل عليك. هذا انت كرجل. ايه؟ لكن كمرأة حملت وكم يا رب صار حياتها. المشكلة الحمل ما له حل. لخص معي خلاص. يعني الحمل كذا توتر. كم تبي وخلينا نخلص عشان مو كل كلمتين. طيب. انا امك. والله خلاص هاتي الكلام. اديك المفيد. توتو على كبوتو الان احول لك. وبعد كذا لو انت سواسية. والله اللي رفعها سبع. اي حلو. ونزلها سبع. شكل الموضوع فوق المليون. كم تبغي؟ ايه. ما وفيت. الله. رفسة. حلو. من رفساتك في حلو. بطني. لا مالك ولا مال قارون يوفي اللي عندي. الله حلو. كم تبغي؟ تأثرت أنا مش بقول كم تبغي.